بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة فيديو مهم، وهو كيفية عمل ترانز 12 فولت قوي علشان يشغل أي حاجة من غير ما يقطع. يعني لو أنت عندك جي إم أو أي حاجة مثلا زي عدة صوت، أي حاجة من الحاجات دي، وطبعا مش لاقي ترانز يقومهم، يعني بمجرد ما بتيجي تعلي الصوت بتلاقي الجهاز فصل واشتغل تاني، ده بيبقى مشكلة ترانز. الترانز اللي انت جايبه جاهز ده ما ينفعش، ده مش كويس ومش قوي. انا النهاردة هخليك تعمل الترانز القوي ده، وينفع لأي حاجة 12 فولت هيشغلها بمنتهى السهولة. ايه طبعا، وكمان ينفع لشحن البطاريات ال 12 برضو دي، بالإضافة انا كنت بشحنه على بشحن بيه بطارية 12، وكان بيشحن بطريقة كويسة جدا وتمام. كل الحاجات اللي احنا هنحتاجها حاجات بسيطة جدا وممكن تلاقيها موجودة عندك. اول حاجة واهم حاجة الترانز ده، ماشي؟ وطبعا الترانز ده متوفر جدا وموجود. وكمان تقدر لو عندك سماعة بايظة صب ممكن تشيله منها وتركبه وتعمل بيه الطريقة اللي احنا هنعملها، وان شاء الله هتشتغل معاك. تاني حاجة هتجيب مكثف 3300 على 50 فولت، 3300 على 50 فولت، تمام؟ ده المكثف. تاني حاجة هتجيب 2 ديود، اللي هو ده، ماشي؟ 6 امبير، 2 اهو، 2، ماشي؟ واحد والتاني. دي كل الحاجات اللي احنا بنحتاجها، بس 1 2 3 بس، والفيشة وسلكتين. اول حاجة هنعملها هنوصل الكهرباء، السلكتين اللي هما لوحدهم دول، ماشي؟ مهما كان لونهم احمر اصفر ايا كان اللون بتاعهم، دول اللي هما ايه، اللي هما الكهرباء، دول اللي هنوصل الفيشة دي طبعا ايه، في الكهرباء العادية، كهرباء ال220، تمام؟ طيب عندك هنا في الناحية التانية بتاعة الترانز كده في 3 فردات اهو، فردة في النص وفردة على الشمال وفردة على اليمين اهو، ماشي؟ 3، التلاتة دول كل واحدة هتوصل في مكان. أول حاجة إيه، هنظبط السلوك. طبعا السلك اللي على الشمال والسلك اللي على اليمين، تمام، والسلك اللي في النص. طبعا إيه الديود دول، الاتنين دول زي ما حضراتكم شايفين كده، هنظبطهم مع بعض بنفس الطريقة دي كده بالشكل ده يا جماعة، تمام؟ انا وصلتهم الاثنين ببعض بالشكل ده، تمام. طيب ايه الخطوه اللي بعد كده؟ الخطوه اللي بعد كده عندك الفردتين اللي احنا قلنا عليهم، اللي هي الشمال واليمين. الفردتين دول كل واحده هتاخد ايه، هتوصل في موجب من ايه، من بتوع الديود. كل واحده هتوصل ايه، في طرف من الديود. يعني دي هتوصل هنا كده ان شاء الله، دلوقتي نوصلها، تمام كده يا جماعه. انا وصلت طرف منهم، هوصل الطرف التاني برضو في ايه، في الدوت التاني، تمام. كده يا جماعة اهو، تمام اهو، ماشي كده. الخطوة اللي بعد كده ايه، الخطوة اللي بعد كده هنيجي للمكثف نفسه، ماشي؟ ده السالب بتاع المكثف، وهنا الموجب، ده الموجب وده السالب، ماشي يا جماعة. هنيجي الناحية دي، الناحية دي هناخد الموجب بتاع المكثف فيها كده اهو. انت هتوصلهم بالطريقة اللي تناسبك. انا بالنسبه لي الطريقه دي عم عجباني، يعني حلوه معايا، فكل واحد هيوصلها بالطريقه اللي تناسبه. بس المهم ايه، المهم نفس الفكره بالظبط،
ما تغيرش اي حاجة منهم. هنلحم دي كده، تمام كده يا جماعة، انا كده وصلت كله كده تمام. هنكمل الخطوة اللي بعد كده. هنا هناخد الفردة من هنا من دول، تمام، هناخد منهم فردة، مثلا ايه، هنوصل الحمرة دي هنا كده يا جماعة. انا خلاص خلصت كده التقفيل بتاع المكثف، تمام اهو. الفردة الحمراء دي يا جماعة دي المخرج بتاع الاتناشر فولت ده، اللي هي ايه، اللي هي الموجب الكهرباء يعني، الاتناشر فولت. هنا هنوصل الكابل الاسود ده الارض يعني، اللي جاي من الترانز، هنوصله هنا دلوقتي. بعد ما ركبنا الارضي بتاع المكثف اهو، الارض اللي جاي من الترانز وصلناه في الارضي بتاع المكثف، تمام. هنوصل السلكة السودا دي الأرض يعني في الأرض ده. وبكده أنا خلصت يا جماعة أهو، ماشي. بس على السريع عشان أقول لكم إيه الفكرة تاني. بص أنا كده موصل في الكهرباء، تمام. الفكرة بسرعة، تلت كابلات ماشي اللي طالعين من الترانز، واحدة هتدي الموجب بتاع الديود والتانية هتدي الموجب بتاع الديود الناحية التانية. هنقفل المخرج بتاع الدوت الناحيتين، نقفلهم على بعض ونوصلهم فين، في الموجب بتاع المكثف، ماشي ماشي تمام. وبعد كده ناخد فردة من المكثف نطلعها، اللي المفروض هي هتكون ايه، هتكون الكهرباء، ماشي. وعندنا اللي هي دي الارضي هياخد فردة من الترانز وهيوصلها للارض بتاع المكثف، وبالتالي ناخد ايه، فردة من المكثف من الارض بتاعه المكثف، ونطلع بيها برضو لبره. في النهاية خالص عندنا هما السلكتين دول، هما ايه اللي احنا هنشتغل بيهم. تقدر عن طريق الاتنين دول، لو انت عندك جي ام وركب الكابل بتاعه، تمام، وصل الكابل في الجي ام عادي، وبعد كده ايه، وصل الارض والكهرباء وهيشتغل معاك تمام زي الفل. حبيت تشحن برضو بطارية، على فكرة هيشحن بطارية 12 معاك زي الفل وتمام 100 100، يعني المجموعة دي كلها كده تمام، هتخرج معاك 12 فولت مرتاحة زي الفل. تشغل اي جي ام قوي وتشحن اي بطارية 12 فولت، بمجرد بس ما هتوصلها هتلاقيها شحنت معاك على طول. بص كده اهو، تمام كده يا جماعة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. ولو انت استفدت وعاوز تكمل معانا، اعمل اشتراك للقناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو عشان غيرك يستفيد. وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.